الأطفال بيقولوا إيه؟ ده عنوان فقرتنا اللي هتقدمها لنا زميلتنا لمياء حمدين دلوقتي، واللي هتاخد معاها الأطفال في جولة بتعيش معاهم عشان تعرفهم وتعرف منهم كمان رأيهم إيه في اللي شافوه. خلونا نشوف رحلة النهاردة كانت فين مع لمياء. ومين فينا إذا كان كبير ولا صغير ما بيفرحش بالمكان ده وبينبهر بيه وبعروضه الجهنمية والساحر العجيب ولا البلياتشو؟ أقول لكم إيه من غير رغي كتير، تعالوا معانا وشوفوا إحنا رايحين فين النهاردة. بيسموه فن المفاجآت وإبهار الجمهور، يعني مهما اتطورت الألعاب ووسائل الترفيه برضو يفضل السيرك فسحة العيلة كلها، مفيش خلاف على كده. علشان كده برضو أول ما قلت لأصحابي إن أنا رايحة السيرك ما كدبوش خبر، هما وبابا وماما من قبلهم. ريتال ومحمد الإخوات الحلوين، زيكم؟ الحمد لله. كويسين؟ خلاص جيتي؟ وهتطلعي على التلفزيون؟ الحمد لله يا رب. أنا عارفة إن أنتي مبسوطة، بس أنا كنت مستنية لك خروجة كده حلوة، عارفه ان هي تعجبك، قلت لك يلا تعالي معايا انت ومحمد على السيرك. مبسوطه؟ جدا. وانت كمان؟ شفتوا ايه النهارده بقى حلو وعجبكم؟ كل حاجه. كل حاجه، كل عروض بصراحه لحد دلوقتي، كل العروض حلو. قولي لي بقى ايه اللي عجبك النهارده؟ ان هو العرض بتاع بتاع مدوره هنا بتاع مدوره هنا، حد كان بيمشي هنا، حد كان بيمشي هنا، كان بيمشي، ده كان بيتشقلب وبيتنطط وبيعمل حركات كتير. الحاجة الوحيدة اللي خوفتني أول ما الأسد كان بينط في النار كده، لقيت إن ديله بيلمس النار، معرفش هو كان بيحس ولا لأ. فأنت خفت إن هو يغضب أو يحصل حاجة كده. والتاني حاجة خوفتني برضه لما بعرض السحر، لما كان البنتين، لما البنت فجأة اتحطت في الصندوق ودخل عليها النار وشالوا من تحت مفيش حاجة، وفجأة بنبص لقيناها هناك، أنا اتخضيت، خفت عليها. شفتي العرض بتاع الأسد؟ خفتي؟ خفت قوي بجد؟ أوه. وانت خفتي يا محمد؟ ما خفتش؟ انت أسد. خايفة في أول عرض في يومي، بس أنا شفتك وانت مبسوطة قوي قوي في العرض بتاع المهرج. شفتك بتضحكي كده ومبسوطة جدا ومتحمسة جدا معي. اكتر حاجات انت شفتها عجبتك قوي؟ الاسود. عجبتك؟ اه. ما خفتش؟ معقول؟ ده انا كنت مرعوبه. ايه كمان شفته؟ البتاع اللي بتلف دي، الاكروبات اللي كان فيها الولاد بتلف جوه الاسطوانات كده. خفت؟ لا برضو. شفتك جوه وانت بتلعب مع المعارك جوه، بعد تلف حواليه في الكراسي كده 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 كده، اتبسط؟ مش انا اصلا كنت. طب العرض بتاع التعبين ما خوفكش؟ لا ما خوفنيش. ولا الاسد ولا الساحر؟ لا ده ما خوفش، ده عاد. انت ايه اللي بيخوفك طيب؟ مفيش اي حاجه بتخوفك؟ قلت لي ان في حاجه بتخوفك. الكلاب. بتخاف من الكلاب؟ ليه؟ لما يجي كلب يهوى على بقه. يعني ما خفتش من الاسد، ما خفتش من التعابين، وما خفتش من الساحر وهو بيحط البنت وفي نار وحاجات، وبتخاف من الكلاب؟ دي كيوت. الكلاب البلدي بقى. احب اعرف راي مصطفى وعمر في اللي شافوه النهارده. مصطفى، عمر، ازيكم؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ كويسين. قولي بقى، انت حضرت النهارده عروض مختلفه في السيرك، قولي رايك فيها وايه اكتر حاجات عجبتك. عجبني فقره الساحر قوي، كانت حلوه وكانت فيها حاجات ماجيك كده عجبتني قوي، والاسود والنمور كانوا تحفه برضه، كانوا حلوين قوي، واللي كانوا عايزين بينطوا وما اعرفش اصلا ان هي كانت حاجه دينجرس قوي، ما اعرف هو كان انت كنت قاعد مخضوض كده من النور اللي مفيش هعرف، كنت حاسس ان هم هينطوا عليا كده اول ما انا لا هم كانوا مأمنين المكان كله،
يعني كانوا حاطين حديد، حاسس ان هو هينطوا عليا كده، كنت خايف كده. والمهرج اللي كان موجود يعني لعب معاك لعبة كتير قوي. العقول اللي قعد يرميها لنا كانت تحفة والله. كان في عروض تانية في التعبين وفي الساحر. التعبين دي كانوا جايبين الكوبرا، معرفش ازاي كانوا بيتعاملوا معاها، كانت بجد يعني بس كانت جامدة قوي يعني. مامتا قالت لي النهاردة ان انت وانت عايز تخرج معانا لازم تجيب عمر معاك. ايه سر بقى حبك لعمر، العلاقة اللي بينكم؟ انا اصلا عارفه من وانا في المدرسه، احنا بيست فريندز بقالنا كتير قوي. انتوا ماشيين مع بعض وقاعدين مع بعض، حتى الحاجات اللي بتضحكوا وتفرحوا بيها مع بعض طول الوقت، صح يا عمر؟ بتحب ان انت تخرج مع مصطفى كتير؟ عشان كده جيت معاه النهارده. ايه بقى، احكي لي ايه اللي شفته النهارده وايه اللي عشته مع مصطفى. يعني اول فكره كانت الاسد والنمل، يعني كانت جميل قوي، يعني زي الاسد والفرد. انت كنت خايف؟ بجد؟ يعني انتوا حاسه ان انتوا كبار شويه فتقدروا تستوعبوا انه كل حاجه امان في المكان، ما فيش حاجه تخوف. بس كان بيجي لي استوعاب فجاه وهو ممكن ينط. بجد؟ صراحه وانا كمان. الولاد طول ما هما شايفين العرض بتاع الاسد والنمور والحاجات دي كانوا قلقانين جدا عليك، كانوا عمالين يسالوا هو ازاي مش خايف على نفسه، طب هو مش خايف ان هما يهجموا عليه؟ فانا عايزاك تجاوبهم عشان هما بجد قلقانين، وخصوصا ان سيمبا قاعد على رجلك نفسه. سيمبا ده حبيبي. طبعا انتوا النهارده شرفتونا ونورتونا، بنرحب بكم في اي وقت. انبسطتوا النهارده يا ولاد؟ قوي. يا عم انت كانت الأغنية المفترسة كانت بتسمع كلامك من غير ما يحصل أي حاجة. شوف يا محمد، زي الحيوانات المفترسة دي مدربة من صغرها، من أول ما بتولد، بعد ما بتكبر شوية كده زي سيمبا، خش التدريب بتبقى عارفة داخلة تعمل إيه. الواحد واخد الأوردر بتاعه، عارف ينفذه إزاي وإمتى والتوقيت بتاعه. إذا ما عملش الأوردر دوت بيبقى في حاجة اسمها بروبا، تمرين. إذا في التمرين برضه صمم على الخطأ بيبقى في حاجة اسمها عقاب. لكن هم كلهم عارفين ان هيبقى في مكافاه لو العرض طلع كويس وعجب الاطفال الحلوين اللي زيكم وانبسطوا زي ما انتم انبسطتوا كده، هيبقى في مكافاه ليهم كلهم. او ايه بقى اخطر تمرين او اكتر؟ اخطر ولا احسن؟ بس هم العروض كلها كويسه، بس انت شفتي الاسود لما بقول له ينزل ينام في الارض بينزل يسمع كلامه ينام ازاي، حتى وانا واقف بعيد عنه فاضي بسويله بس اسبوع اقول له انزل نام هنا بينزل ينام هنا. فدي بتبقى خطر ان كلهم بيبقوا نايمين في الارض، كلهم معرضين ان هم ممكن واحد يعكس التاني او واحد يضرب التاني، لكن لازم المدرب يبقى مسيطر عليهم وعارف خطوات كل واحد فين ما يقدرش يتعداها. ليه كان نفسك تطلعي في التلفزيون؟ عشان يعني اول مره اطلع واظهر قدام الناس كده. يعني تظهري قدام الناس؟ دي هي اكسبيرينس جديده كده، هتديني حاجه مختلفه تخليني اتشجع اكتر واطلع قدام الناس. مش عايز تخرج معانا احنا تاني؟ لا تخرج تاني، هتتعطف وتخرج تاني. انتوا يعني فن وكده وهطلع على التلفزيون حاجه حلوه يعني اي. انا استمتعت النهارده، اليوم كان كويس قوي وصراحه يعني كان انا اتبسطت قوي بجد. خروجه ممتعه ليك في الرعب، هتلاقي عروض الأسود والنمور والتعابين، ولو عايز التنطيط هتلاقي الأكروبات، ولو بتحب الضحك قوي البلياتش موجود برضو، وعروض غيرها كتير قوي كلها أحلى من بعض. حقيقي ما حسناش بالوقت، ضحكنا وفرحنا واتكلمنا كمان، وكل خروجة وإحنا دايماً مبسوطين.